هلو هلو في حلقة جديدة من ميز شو، درس طبخ أرمني مع شيف ألين. نورتينا. Thank you. شيف ألين. Yes, master. قولي لنا كده سطرين عن شيف ألين. والله أنا passionate. بحب كتير الطبخ وبحب كتير أكل. خلاص. متشابهين في الموضوع. وبحب كتير فتش عن أصول الأكل الأرمني. اوكي من وين وليه ضاعت؟ حضرتك وين راحت؟ أرمنية. انا لبنانيه من اصل ارمني. اوكي، لانه الارمن موجودين في الوطن العربي، في سوريا، في الاردن، في مصر. لبنان، في مصر، وفي مصر كمان. أيوة. بس حضرتك عندك يمكن اول مطعم ارمني في مصر، صح؟ مظبوط، اول مره. هو بلشت انا مطعمي، هو اول مطعم بالعالم ارمني، لانه ما كان في، كان في ارمن شيفيه عم يطبخوا ميديترانيان او شيء، بس ما حدا سمى مطعمه ارمني. انا جربت المطعم شوي. يا جماعه، وبعد ما جربت المطعم قلت لازم شيف ألين تيجي تعمل الاكلات اللي انا دقتها. هنبتدي باول وصفه، احكي لنا عنها. شو بدك نبتدي؟ نشوفها في الفرن، هطلعها وانت بتشرحي لهم. يح. انا هطلع. اكيد اكيد بتعرفوا المونتو، يلي زير مطعمي اكيد اكيد بيعرف المونتو. المونتو هو الشيش برك الارمني. عليكم. فينا ناكل وحده؟ لا لا لا، نغرف يا شيف ألين. هنعمل فقرة التعذيب، لا تقلقوا، أسرع مني بفقرة التعذيب شيف ألين. المنت شبه الشيش برك. أيوة. أنا عملتها في الحلقة الصراحة قبل كده، بس قلت إنها من المطبخ التركي، لأنه زي ما بيحصل بسرقة هوية يعني، صح؟ ما هو بتعرفي صار الجينوسايد تبعت التركي. الأرمن ليش موجودين بالبلدان العربية؟ أوكي، بسبب التهجير. بسبب التهجير. اوكي، سو اجوا على لبنان، اجوا على سوريا، من مشوا بالصحراء وكله. بقى في عندنا كثير اكلات، حتى الاسم ضلت اسم تركي لانه كان ممنوع يحكوا ارمني وكله. اوكي، بقى انت عندك المونتيل، الكبه النيه، الكبه العدس، المرجي، كل ده تاثير المطبخ الارمني على الشام. الارمن كانوا قبل الاتراك. أوكي. مثل المصاروي كانوا قبل الاتراك. هي شوف ألين قبل الحلقه قالت لي على فكره المطبخ المصري اقدم بكثير من المطبخ. أكيد. التركي، التاثير من المطبخ المصري على المطبخ التركي. طبعا المطبخ التركي غني وفيه وصفات كثير، بس احنا ايه هناخد النهارده ندي شوي من هون من هون من هون، بتصير غني اكيد. ندي الحق لاصحابه. المنته انت عايزاني اسيبها تسخن، تفضل سخنه بالفرن. تعالي نعمل لها البرزنتيشن. الصوص اوكي، هي بالمطعم بتتقدم، تطلع من الفرن، تطلع من الفرن. عايزه زبده؟ هلا خليني ابلش بالمي. اوكي، ده الصوص الاحمر اللي بتحط عليها. مظبوط. طيب انا هدخل الصينيه دي الفرن، وهنحضر مع بعض العجينه والحشوه والتشكيل. فدي تدخل درجه حراره كام؟ 200 دجري، تاخد شيء 20 دقيقه. اوكي، سو انا هدخلها هنا. انا مين وايل، نحن بالمي بالصوص تبعت الصوص المنطقه بنحط ملعقه. انا نخفف شوي اوريهم الكلام ده. ده دبس فليفله. لا ده ده دبس البندوره. لا دبس فليفله. بردون بردون. وده دبس البندوره اللي هو صلصه الطماطم باللبناني. بالاكل الارمني في عندنا الدبس الفليفله كتير مهم. الفليفله مش حره، الاكل الارمني مش حره. اللي هو الفلفل الرومي الاحمر. الفلفل الرومي الاحمر اللي مش حره. بيتعمل دبس، الدبس مش زي اللي هو دبس الرمان. لا. يعني بنسميه معجون، خلينا نقول. مظبوط. بيتشوي الاول. من نسلقها شوي صغيره. اوكي، بنشيل القشره. اوكي، بنشيل البذر. بعدين مثل المجدره بتصفيها. اوكي، وبتنشفيها تحت الشمس زي فكره صلصه الطماطم. إجراتي. هي بتدخل كتير في المطبخ الارمني، وانا بحب استخدامها جدا. حطيتي معلقه منها ومعلقه صلصه الطماطم. اكزاكتلي. طيب ايه تاني؟ وانا هنحط شوي الفلفل الناشف. ده برضو اللي هو الفليفله، الفلفل الرومي. البابريكا الاصليه مش. أيوه. مطحونه على الاخر، مش مضاف لها اي الوان، صح؟ لا لا لا، ماشي، هيدا ناتشرال، ما فيها شيء. فيكي تاكليها كثير طيبه. ادوق منها. انا اكلتها قبل الحلقه. منا حره. اوكي، المطعم الارمني في ناس بيفكروها حره. اتس ارمتايزد. يعني زي ما بقول لهم مطعم الهندي، الاكل الهندي ممكن يبقى سبايسي او سبايست، يعني يا اما حراق يا اما مليان بهارات. لا، ده هتحسه بنكهه البهارات. نحن بنحط شويه زبده، واوقات نستعمل مرقه الفيجيتابلز او مرقه الدجاج بدل الميه، اللي هو مرقه فراخ او الخضار. حطيتي تقريبا معلقه زبده كبيره. مظبوط. انا ما كنتش ما عملتهاش كده الصراحه، عملتها غلط. المنطقه انا يعني ده درس طبخ ليا انا، وحاسني اتعلم حاجات. في ناس اللي خاصه اللي مرق الارمني اللي مرقوا من حلب اخذوا معهم الحر.
عشان كده المطبخ الحلبي فيه النكهات الارمنيه دي قوي، وفي السمنه يعني في ناس بيقلوا السمنه او الزبده بيقدحينا. اخر شيء بيحطوها فوق المنطقه. اوكي، نحن الارمني اللي ما مرقوا من حلب ما بيعملوها هيك، بيعملوها اخف يعني. بصوا اتكلمنا في، شوف قالين اتكلمت في الانترو عن التاثيرات، يعني بتقولي حتى في خلال هجرتهم من ارمينيا عدوا على حلب، اكيد اخذوا شيء يعني معهم. اخذوا حاجه معهم. احنا بنتاثر يا جماعه بتفاصيل يعني كثيره من بعض، حتى في اللاوعي اعتقد. دلوقتي انا عايزه اجيب لك الزبادي اللي هو اللبن. زود اي شيء بنحطه. قلتي لي سالتك بنحط عليه ثوم، قلتي لي ايه؟ الثوم نحن بالبيت بنحط فيه ثوم. بالبيت زبادي بال وثوم. بال بالمطاعم ما بنحط فيها ثوم، لانه مش كل الناس بيحبوا الثوم او بيحطوا اللبن. انت بقيتي عارفه انه الزبادي هو اللبن. الزبادي هو اللبن، الدكه هو الطحين، مش عم بتعلم. الدقيق، الدقيق سوري الدقيق. بنحط شوي ثوم حسب شو بنحط. في تبويس اليوم؟ ما فيش تبويس. اوكي يلا. هنحط شويه ملح. شوي ثانك يو. هلا انا ما زدتش ملح هون لانه فيها بالفلفل وبالطماطم فيهم ملح، ده من هيك طريقه عملهم يعني. أيه. فيها ملح من 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 ملحهم ليضاينوا معنا لما ينتزعوا. طب قولي لي امتى نبقى جاهزين نغرف المنتج والسماق؟ انا هون جاهزه. يلا طلع المنتج. بنطلع المنتج. بدك تطلع؟ اوكي طلعي يا شف. يلا واخده بريك انا النهارده بقى. مريحه النهارده. مريحه يعني كمان هاكل اكل حلو. يا سلام هيدي الحلو. يلا نحطها قدامنا ونبتدي بايه؟ نبتدي عايزة بالصوص. مغرفة؟ اي تفضلي. دي من تصميمي بقى. الله. نقرب لك هاي بدنا واحده بالمي بال... من عيني بال... بالبيت عندنا دلوقتي بتسقيها لانها أي. بتبقى كريسبي مقرمشه. الله انتم ما عم تقدروا تسمعوا صوت الطش. اي فوالا ما بنغرقهاش يعني. لا لا ما بنغرقهاش. هلا بالبيت اوقات ناكلها مثل الشوربه حسب مودي كيف. اوكي بالشتا يمكن شوربه اكثر. هون بنزيد عليها الزبادي. احط؟ لا اي يردش ماي دش. خلص يلا انا اخذ هال مغرفه معك فداكي ليكي مقدمه هي والباقي اهو اهو دول لشيف قالين. على فكره الصناعه، ما انك انت بقى تورينا اكل ارماني بقى احنا نوريك الصناعه المصريه بقى. خلاص بصي الحلاوه، دول صناعه مصريه. واو. بصممهم انا وبنفذهم. بتعرف انه المصاروي والارمن بيستعملوا كلهم كانوا الكبر النحاس؟ طبعا نحاس. اهالينا كلهم طبعا. ودايما عشان الناس تسالني موجود كل السبلاي كل الادوات في اخر البرنامج، هتلاقوا سبيشال ثانكس لكل المزارع لكل الادوات، وتعرفوا جبنا كل الحاجات دي منين. هون نسكر هاي. ها هلا تمام تمام. دي الطبق بعدين بنزين السماق. رشة سماق. رشة سماق. تاخدش اي بقدونس اي حاجة. هلا في ناس بعدين بياخدوا الزبدة بيقلوها بيحطوا عليهم. اكيد اكيد مرقين من حلب. من حي اهل حلب كلهم. ايوه بس بيحبوا الدسم اهل حلب، هذا اللي بعرفه. احنا مستنيين هاي اللحظة من الصبح انا وياكي. يلا جاهزين ندوق. بسم الله. ها مهلك سخنة. سخنة. لا انا اللي عملتها ما كانتش منت. مقرمشه مش معجنه. سبايست مش سبايسي. السبايس ده بيظبطه الزبادي. سنه مزازه من السماق خطيره. طيب الاكل الارماني في عندك دايما المقرقش والناعم، البارد والسخن. اللبن منا سخنه شفتي؟ توازن بين الزبادي الطري، القرمشة العجينة، المزازة، الحراق، خطيرة. هنطلع فاصل وهنرجع نتبل اللحمة ونعمل العجينة ونشكل المنتل لأنه عرفنا باقي تفاصيلها عشان نبتدي بستنو أغش دوت ماتش. استنونا بعد الفاصل. ورجعنا مع شيف قالين وهنشوف ازاي عجينه المنت بتتعمل وحشوه المنت، لانه شفنا الصوص وشفنا الزبادي وهي دي الوصفه فقط. بس هبص على الفرن معاكم على الصينيه اللي حطيناها. هنجيبها لشيف قالين. الله 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 الله. لسه بدري شويه بس دي اتخن سنه. انت قلتي لي ممكن يعملوها تخينه او رفيعه. اكزاكتلي. هي شوي اتخن
وهي مرتاحه العجينه اكثر. انت بتفضلي دي ولا دي؟ حسب. افضل كل حاجه. انا زعلانه مش زعلانه طالعه بالها بيطلع فرق صح؟ اوف الاكل المود كله. طب انت النهارده ايه؟ انا فرحانه انا معك. طب خلاص يلا نعمل اكله فرحانه. كيف بدك يكون؟ انا السوشيف. سوشيف فقولي لي كيف اعمل الحشوه. انت عندك هلا لحمه مفرومه. اوكي اوكي فيها 20% دهن تعتبر دهنها شويه عالي. اوكي نحط لها ايه؟ نحط لها بصل قد ايه؟ يعني شوي تاني. ايوه ده نص كيلو لحمه. أي. عليهم بصله مفرومه يعني بصله مويه هيك وسط. أوكي. بيضه شويه سبع بهارات. بهارات مشكله. ايوه تمام. اند اكيد بابريكا. طب اللي مش موجود ده يقدر يحطوا بابريكا سموكت مثلا؟ ما يحطوا سموكت عادي. يحطوا عادي. ايوه اوكي تمام. قد ايه كده؟ ايوه اوكي. هلا بيعطي كلر اند شويه ملح. شويه ملح اكيد. فلفل اسود مش ضروري ما في داعي. حطينا البهارات بس. هي دي نيه ما بتتعملش زي الششبرك. لا لا نيه نسويها. طيب ادي العجينه بتعملها شيف أليم بتفردها وانا حاطه هنا قدام الدقيق. هنحط ميه ودقيق ورشه ملح صح؟ رشه ملح بس. هي عجينه ناشفه. ناشفه وقاسيه. وريكم كيف قاسيه يعني ميتها قليله. مزبوط اوكي. وعجينه كثير هينه يعني اذا ما نشحت معكم زيدوا يا ميه طحينه. دائما بقول لهم العجينه طريه نزود دقيق، العجينه ناشفه نزود ميه. خلصنا سهل. انا من عشاق العجن، بعشق الخبز والعجن. انا معكروني على بكره وظهر وعشيه. ما بتحبي الباستا؟ طيب احنا عملنا الحشوه وهلا. هي دي اللي هتستخدمها الشيف قالين دلوقتي. انا هعجن لكم العجينه وهي بتفردها رفيع. اكزاكتلي. العجينه كالاتي. بصوا انا مش معايره الدقيق خالص. هحط الدقيق عليه رشه ملح. ملح. وهحط الميه جنبي وهلبس جلوفز عشان مفيش وقت كالعاده نغسل ايدينا على الهواء يا شيف. عارفه في ناس لسه فاكرين في المطاعم انه الجلوفز هي اكتر حاجه هايجينيك. اي هيت جلوفز. بيحطوا الجلوفز وما بيغيروش يعني. بالظبط بالعكس استفطنا. هي بيحمي ايده بس ما بيحميش حاجه. لا هي غسل الايدين كل 20 دقيقه. احنا عندنا الارم. التحاليل الدوريه في الارم. نحن في الارم بس يدق الارم بيغسلوا ايديه. شو ما عم يعني بيرن المنبه كله لازم يغسل ايده. في تريننج تدريب للممارسات السليمه في المطبخ للنظافه. وفي تحاليل دوريه صح؟ مظبوط. دم ويعني ده يعني احسن هو التحاليل كل 3 شهور. كل 3 شهور كل موظف لازم يعمل. كل مين بيشتغل بالمطبخ لازم يعمل تحاليل. ده وزاره الصحه دايما وباي مكان بيفرضوا. مظبوط. التحاليل دي لسلامه المستهلكين. اكيد. طيب انا كده بعمل العجينه هبتدي اهو اعجن. ولا بتريحيها ولا بتريحيها شوي؟ بريح انا ساعه بس ليفتح. انت ولا العجينه اللي بتريح؟ انا برتاح معه. والله انا بريح العجينه وما برتاحش يا جماعه. هي ناشفه شويه بالفرد. ايه اوكي ناشفة. يعني عادي يبقى كده. ايه عارفه انا بضغط من النص. ايه حطي التقل على النص ودي برضو انا من تصميم. انا خدتيها برضو. اتس نايس الشيف قالين خدت النشابه. بدنا هيك سيجنتشر تبعيتك هون حالا. هي سيجنتشر الاكله بتطلع سيجنتشر. طيب المنت خلاص كده. انا بلم العجينه اهو. ايوه عشان بس ما اعرفش اعجن بالجلوفز. الجلوفز قاعده بتطلع معايا. انا بكرهها للجلوفز. بس والله على الهوا ما عنديش وقت في التصوير اني اغسل ايدي من العجين. العجينه دي طريه شويه تعتبر صح؟ هاي اي لا بس هلا بس تعجنيها بتصير بتزبط. طيب انا هون انا هلمها بايدي. اي ورينا يلا ليكي. اتس حوالي وري الكاميرا قربي ايدك كده وهم هيقربوا عليها. اوكي سو هون عندك ده ملي. ده ملي. اوكي ملي ميت. هلا اللي بدنا نعمله هلا انا بالمطعم عندي المقص كله ليطلع زيت الزيت السايس. بنسموها استمبا. مظبوط. استمبا دي في المطاعم بيستخدموها لما يقطعوا الحلويات البسبوسه والحاجات دي. بتبقى معموله بتتحط مره واحده تقطع كل حاجه. هون لتعمل طريقه البيت اذا بدكم تعملوا لك شو فينا نعمل. نبرمها كده اوكي منقصهم. وريهم الطريقه البسيطه بالسكينه يا شفتين. انا خايفه اتعجن. لا لا ما تعجنش. لا لا ما تخافيش. اوكي بعدين نفتحهم كده. هي اسهل من الششبرك. بنصفهم فوق بعضهم. بس انت فرد رشه دقيق عشان ما يلزقوش. طحين. ايه دقيق. لسه مش حافظه كلمه دقيق. شوف قليل. انت عايشه ما بين بيروت والقاهره الوقت. ايه من وقت ما فتحنا وهون بنرجع نعمل
اول وحده بنحطهم هول. هلا بدنا نعملهم للدوت ماتش مثلا. ها اوكي، دوت ماتش هي الشوربه اللي حنعملها دلوقتي. ايوه. اتدبست بالعجن برضو يا قليل. انا اتدبست بالعجن. خلص ما فيكي. خلص اتاكد انها بس اهي عجينه ناشفه لو الكاميرا تجيبها اهي، مش عجينه طريه ابدا، عجينه ناشفه. دايما بحب اخدها كده بايدي بس علشان اتاكد انها اتعجنت كويس. هو احسن شيء بالايد. انا ثيرابي العجين لقلي ثيرابي. علاج علاج. بس اجون بروق بالي بنبسط، وكل ما اعمل خبز بس يطلع منيح. قالين انت من ضيعه او عايشه بمكان جبلي مثلا بيروت؟ عايشه ببيروت وعندي بيت بالجبل. الله. بالصيفيه دايما بالجبل، عندي دجاجات. ما انا بشوف دايما على الانستغرام حياه الطبيعه الرائعه. بس بحب كثير الطبيعه. طب يلا نحشي. يلا هلا احنا هون ولا عملت الكريت، كل شيء عنا اياه هون لنحط. هغسل ايدي وانت بتشرحي له. بدنا نحط هلا، لو الكاميرا بيقرب حيجيبوها لك حالا. اوكي خلينا نعمل هيك لنشوف لنعملها تسهل لك اياها. يلا نعملهم كم واحده عشان نبتدي بالشرب. اكزاكتلي. طيب قولي لي نعمل ايه نكست؟ نكست از حطينا العجينه بنحط نقفلها من الجنب. نقفلها من الجنب بنحطها هون وبنت بوش ات. اوكي اعمل معاكي واحده لتوقف. اوكي زي هنعمل واحده تفتحها يعني شوي. ايوه ناخدها كده. اوكي وبعدين نيجي على الجنب تبسطيهم بالجناب وبتتفشيها هيك من غير ميه من غير حاجه. من غير ميه من غير حاجه. اوكي اوكي وبنطبسها لتوقف لوحدها. اوكي نطبسها يعني بنزقها لتحت كده. ايوه. طيب نزقها وخلصت. اعملي لنا واحده كمان عشان نبتدي بوصفه الشوربه ونقول لهم قد ايه هي سهله وشتويه وبسيطه. بسيطه وهيلثي. شوف قالين قالت من الدول اللي فضلوا هول اللي فضلوا هول الصغار كلهم من نفس يعني انتم ممكن تعملوا منت والدوت ماتش يوم بيوم واحد. العجينه دي نفسها شيف قطعتها قطع اصغر شايفين بالدقيق بتاعها لسه وحطيتها بالفرن نشفتها. واعتقد دي طريقه انك تحفظيها بتحطيهم بكيس وبتحطيهم بالفريزر وقت عايزه الشوربه بتعمليها. فده جزء من الشوربه. الجزء الثاني والشيف بتعمل لنا منت او انت وريه لنا يا شيف. اتفضلي معلقه اهي وريهم العدس. عدس مسلوق في الحله من غير اي حاجه. من غير اي حاجه او اكيد سلقنا اول مره وكبينا المي ورجعنا عبينا مي سخنه وسلقناهم. هقول لكم ليه رمت الميه عشان هي هتستخدم الميه دي في الشوربه بس مش هتبتدي بحله ثانيه. يعني هي عايزه تشوح البصل فهنبتدي بحله ثانيه. انا مشغله النار عليها سخنه ابتدت تبقى سخنه. كنترول قولوا لنا الوقت. خلاص بريك. دقيقه. حلو علي لك الحراره. طيب عايزاني ادي لك ايه؟ زيت ولا زيت زيتون؟ بفضل زيت زيتون. ارمينيا زيت الزيتون برضو نفس لك. ارمينيا كانت كبيره. في عندك الارمينيا اللي موجوده هلا. اوكي اوكي هيدي الارمينيا ما فيهاش زيت هلا. اتس برد هونيك. الارمينيا اللي طلعوا الارمن منه اللي هلا اسمها تركيا هونيك كلها مثل لبنان مثل سوريا طبيعتها متشابهه. بصله كامله مفرومه ناعمه. طيب احنا هنسيب الحله تسخن شويه ونطلع فاصل ونرجع نكمل الدوت ماتش ونطلع من الفرن المنطق. منطق. الله 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 يا شيف قليل. الله الله الله. انا بالفاصل بقى هعمل نفس التوبينجز عشان احنا انا وشيف قليل قضينا تقريبا على اللي هي عملتها وشكلها مش حلو على الكاميرا فهجهز لكم دي ونرجع نكمل شوربه الدوت ماتش مع شيف قليل. قليل استنونا. شيف قالين دلوقتي حطت زيت زيتون وحطت معاه بصله مفرومه. مظبوط. وقلبتيها. قلبناها وهلا بدنا نحط العدس المسلوق. اي فوطه اهي دي خدي اثنين. هاتي اشيلك المعلقه. يلا يلا أبلا. كل الكميه. كل الكميه نحطها في الحوض. اوكي
تمام. اذا بصل وعدس، وقلت لي بتحط ساعات شوربه مرقه، بس انا حاساها من غير شوربه. لا لا، انا اوقات بحط فيجيتابل ستوك اذا عامله بيت، لانه انا بعمله اوكي. وهلا هاي خلص، ملعقه ربع بندوره صلصه طماطم، واكيد اكيد ما فينا بلا دبس فلفله اللي هو الفلفل الرومي الاحمر. ايوه ندوبها شوي. ده مختلف كده عن الرشتاية، رشتاية بلاد الشام فيها دبس الرمان، فيش فيها صلصه طماطم. اوكي شوي كمون، معلقه كمون مع العدس. طبعا قلنا الكمون والعدس اصدقاء جدا، ايوه عشان الانتفاخ وصحه الامعاء. اكيد الفلفل الاحمر، يقدروا يحطوا بابريكا، بيقدروا يحطوا البابريكا لو مش موجود، بس انا بفضل ما استعمل البابريكا السموك المدخنه. تبعدي أيوة عنها شويه الطاسه، انا هنقل دي هنا بس عشان نقدر نشوفها. انا الطاسه بدي احط هلا بس يدوب الطماطم والفلفل. هنحط بالطاسه الطشه الارمني، عارفه الطشه اللي بحطها مع الملوخيه في مصر، اللي هو كزبره أيوة ناشفه وتوم. انت هتعملي لنا الطشه الارمنيه. نعناع اليابس، نعناع، نعناع الناشف اهو. اها نعناع مجفف، انا بجففه بالمايكرويف يا شيف، بيحافظ على لونه اخضر زي ما انت شايفه، وبدقيقتين ثلاثه وما بتعرضش للتراب ولا حاجه. ولا حطيتيش ملح لسه؟ لا لا، لانه في عندي انا بس استعمل رب البندوره ورب الفلايف اللي ما بحط ملح ابدا، بس حط ملح لانه هن فيه موجودين ملح. اخر شيء بشوف بدو اذا بده ملح ولا لا. طيب انا عندي هنا الطاسه للطشه، هتعمل ايه قولي لي؟ زيت زيتون. زيت زيتون اوكي كده كفايه، شوي تاني تاني ايوه تمام. بس توم، بس تحمى بنحط فيها التوم، خليها تسخن. ايوه طيب ده زي ما قلنا تاني من عجينه أيوة المنتل اللي هي ميه ودقيق، قطعناها مربعات دخلناها الفرن لحد ما سامعين اهو. ايوه ارمشت هلا لحديت ما سخنت يا شيف. كل الكميه؟ لا لا نصها نصها. انا هحط الخبز اللي نشفناه زي الباستا. ممكن اي ممكن انتم تسلقوها قبل تحطوها، بس انا بحطها هيك. اوكي اي ثينك اتس انوف. بدل ما تتسلق خليها تشرب الصوص. انا هيدا اللي بحبه. هيدا بتاخذ حوالي دقيقتين العجينه، دقيقتين ثلاثه. شوف قالين بنحمرها ولا لا؟ من حوالي شايفه؟ اي ايوه يعني بتبقى بني ولا بتفضل ذهبي؟ لا لا بتبقى ذهبي، يعني بتصير ترانسبيرنت. اوكي اوكي قولي لي امتى او حطي النعناع. هلا بنحط النعناع عليها فوالا هيك الريحه. اذا بدك شوي سحبت بنحط شوي زيت. يلا اللي هي ما فيش فيها دهون كثير اصلا. لا لا. والبندان البرد محتاجين في الشتاء دهون. مزبوط. هلا فيك تحطي هاي على هاي. يلا احط؟ يس بليز. اخلي شوي نحط على الاطباق على الوش. وتخيل النكهة جديدة الصراحة. It's traditional، تقليدية بس جديدة علينا، ده اللي بقوله. هيدي من أعطى ريسيبيز تبعوت أقدم الوصفات. أقدم الوصفات. شكلها يمكن يعني عدس، بصل، مرقة أو مية، توم، فيري بيسك، حاجات بسيطة جدا. بسيطة، هو الطبخ الأرمني غنية لأنه عندك السمك والزيت زيتون ولا ال vegetables واللحمة. شفت ما فيش ليمون؟ اخر شيء انت بتحطي ليمون بالاخر عشان ما يمررش. ايوه طيب انا هجيب بس اطفي بحط الليمون وخلاص. هجيب احنا حاضرين. حاضره تدوقي؟ حاضره ادوق، جاهزه جدا، دايما جاهزه ادوق دايما. سوري وهيدا حمضه كامله او حمضتين ليمون حسب كيف بتحبوا. عصير ليمونتين. عصير ليمون وهاي هون شف. ايه فوالا. انا هجيب لك الطبق جنبك عشان نغرف، بس امسح هنا بعد اذنك. يس. اهم حاجه في المطبخ هو النظافه. بالظبط، فاحنا محتاجين ناخد لفه نظافه سريعه. ايدي مش عايزين. يلا ونقرب دي جنبنا هنا عشان نغرف، ودي خلاص ثم خلاص. يلا وانا مجهزه لك البصل المقلي. بصل المقلي لنزين الطبقه، وبدي فليفر بروفايل مختلف شويه. هون عم ناخد السوب. الله الله، انا محضره طبقين اصلا عشان احنا ندوق فيهم. انت عم محضره طبقه اهو. لا نكتر بقى من ده. شف هاتي لسه هنملى ده اهو بالعدس.
اوكي عشان نحطه جنب المنتي. انا فكرت كل واحد بده ياكل واحد من هاي. لا هاي التقديم هو على فكره يعني سعراتها الحراريه مش كتيره اعتقد. لا ما فيها شيء، احنا عملنا منتي ثانيه اهي بدل اللي كلناها. استاذنك بالمنديل، ايه رايكم؟ اها دي العجينه الادخل. لا يا قالين بقى احنا كلنا الثانيه اهي الجريمه ورا قصاص. عقاب وين هي؟ ايه اوكي هنحط شوي بليز نوزعها هنا نطفي كل لون. ايوه كيما الله الله الله. واللي بيحب البصل المقلي فوقهم بيطلع طعمه حلو. ايوه انا هغرف لك شويه هنا واغرف لي شويه. العدس بيبقى وصل مرحله تقريبا دايب صح؟ تقريبا دايب. ايوه انا حسب كيف بتحبوها، اذا بتحبوها كرانشي كمان، بس انا بحب المي تبعت العدس يكون عنده كل هول النكهات. الكرانش اعتقد جاي من العجينه. اي الكرانشي لسه كرانشي شويه، صارت عجينه. لا هي لسه شويه، انت مش عايزه تسويها كتير عشان لما تقعد في الطبق هتطرى اصلا. هتطرى وهتسحب كل الصوص. يا شيف يا شيف يا شيف يلا بينا نعمل فقره تعزي. بصي يا شيف الين، بنكلم الكاميرا وبنقول لهم نانانا ايه رايك تعمليها النهارده؟ على فكره انا دايما بقول هلو هلو، شيف الين بتقول هي في كل فيديوهاتها هي 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 ف انا بعمل فقره تعذيب، فانا هخليكي تعملي فقره تعذيب ونكتر الناس اللي بتعذب، بس انا بقول هي فقره ترغيب عشان يحبوا يجربوا الوصفه. جاهزين؟ تشيرز. انا بالنسبه لي عايزه ملح، طعمها خطير. وانتي كمان اكيد عايزه ملح. ما حطيت كتير؟ دايما الملح سهل جدا أيه. نزوده بس صعب نقلله. اي اكزاكتلي. هي سخنه قوي. اشرحي لهم الفليفر بعدين انا اشرحها. انا عندي بتبلشوا مع الريبل فلايفر والبندوره، العدس الايروني هيك الارضي، طعمه الارضي ايرثي. بقول لهم امبارح ايرثي. النكهات البسيطه. ايوه بعدين بتجيك النعنع مع الثوم ويلا. طيب. انا بدي احط عليها شويه. انا ما حطيتش بصل. طيب انا اقول لكم بقى لاني انا اول مره ادوقها. نكهه الطماطم ودبس الفليفله فيري ساتل، خفيفه جدا، مش شوربه طماطم خالص. اكيد لا. النعناع مع الثوم اصلا هي احنا بنحطه مع الزبادي فهي خلطه دويتو شهير. العدس في الوصفه دي المصريين هيحبوها جدا لانه العدس من اكتر الشوربات اللي بيحبوها، ونكهه البصل المقلي مع العدس بتفكرنا مع الصوص الطماطم، تاخدنا سنه على الكشري. عارفين عندك الشعور ده؟ عندك البصل والمقلي والعجين. يعني انا هاخد ده هنا بس احطه جنب المنتي عشان احنا فالنكهات دي مش بعيده، قريبه جدا للباليت المصريه. مصرية اكيد. يعني عشان لما نجرب حاجات ساعات يقولوا لي هيطلع طعمها غريب خالص. الفليفله او البابريكا اللي احنا حطيناها متوازنه جدا، والعيش مش طري قوي يعني، طبعا لو قعد هيطرى اكتر. بس عملوها بصل مقلي انه طالع معاها خطير. طيب تحميص العيش كتير مهم. هوريهم هنعمل ايه لما نرجع. شوف قالين دينا الورد، دي الساري بورما. انا قاعده بقرا من السبوره. هنعمل الساري بورما من اسهل الوصفات. البقلاوه نحلي احنا وشوف قالين والطيبه شكلها. هنحطهم هيك مع بعض. ايوه ترارارا ترارارا. بعد الفاصل هنعمل الساري بورما ونكون خلصنا المنيو الارمني اول مره بنطبخه بمقاس شوز. استنونا شكلها